باب من سب الدهر فقد آذى الله. تبي أخي كلام عليكم الآن، تبي أمرك لله عند حجر أصحابك. باب من سب الدهر، سب الدهر، سب الدهر أو الكلام على الدهر ينقسم. أي إنسان يتكلم عن الدهر، الكلام على الدهر على ثلاثة أقسام. الأول يعني يعتقد أن الدهر هو المؤثر بذاته، وما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. هذا اعتقاد أهل الجاهلية، شرك أكبر مخرج من الملة. انتهينا على الأول. الثاني أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو قليل. دقيقة واحدة أوقف. اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المصرف والآمر للدهر، لكن يسب الدهر لأنه محل الشيء الذي يقرأ. مثال يقول لزوجتي، يقول والله لن أنسى، إن أنسى فلن أنسى أسود يوم في حياتي يوم التقيت بك. صح ولا لا؟ يوم أسود، ما عندنا يوم أسود ويوم أبيض. صحيح في كل الأيام فيها كذا وفيها كذا، وأنت تتفاعل يا أخي، ليش يقول أسود يوم في حياتي يوم التقيت بك؟ يصح؟ هذا محرم وشافه نفس بالعقل. هذا القسم الثاني، أول شرك أكبر، الثاني محرم شافه نفس بالعقل، يعتقد أن الله هو الآمر سبحانه وتعالى المصرف للدهر، لكن يسب الدهر لأنه محل الشيء الذي يكره. ومسبة الدهر كثيرة جدا، صح؟ يوم أسود وكذا المهم، ويسب ويلعن الأيام والليالي. طيب، الثالث خبر محض، خبر محض، يقول هذا اليوم شديد البرد والله يا أخي سكر شوال كيفان، هذا يوم شديد البرد شديد الحر، هذا يوم عصيب يسكر، تعبنا من برد وحر هذا اليوم، لا إشكال. خبر محض مثل سب الدهر سب الريح. بعدين الباب الأول سب الدهر، الباب الثاني سب الريح، أن يسب الريح على اعتقاد أنه مؤثر بذاته، شرك أكبر. يسب الريح على اعتقاد أن الله هو الآمر لها، لكن لأن حدث له أشياء يسبها، هذا سببه نقص العقل محرم. الثالث خبر محض، يقول هذه الرياح رياح شديدة عاتية قلعت الأشجار وخربت الديار، إنا لله وإنا إليه راجعون. يصح؟ لا شك. بابين أخذنا الآن، دهر وريح. الدهر هل هو من أسماء الله؟ لا، ما يمكن يكون الدهر من أسماء الله. لو كان الدهر من أسماء الله كان اعتقاد الجاهلية اعتقاد صحيح، عندما قالوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما أهلكنا إلا الدهر، صح؟ الآية ترد عليه، الحديث يرد عليه، لأن قول قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا الدهر، يعني مقلب ومصرف والآمر له. والذي يقول أن الدهر من أسماء الله هذا لا يعرف أن أسماء الله مشتقة وليست بجامدة، والدهر اسم جامد واسم الله حسنى. الرابع، من جعل الدهر هو الله فقد جعل المخلوق خالقا. مفهوم؟ ما معنى وأنا الدهر أي مقلب ومصرف والآمر له؟ يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. نعم.